افتتح محافظ قنا أشرف الدودي مهرجان المواجهة والتجوال في دورته الثانية بالعرض المسرحي نجوم من خشب، والذي أقيم بقرية الكراتية التابعة لمركز قوس ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أكد محافظ قنا أهمية تنفيذ مثل هذه الفعاليات الثقافية والفنية لمواجهة الأفكار المتطرفة والموروثات الثقافية السلبية والهدامة، ونشر الوعي الثقافي وغرس القيم الوطنية، بهدف استكمال استراتيجية بناء الإنسان وتعزيز الهوية المصرية.